كلمة قالها الراحل أحمد راتب، سألوه قالوا له شلون تطلع مع أحمد حلمي مشهد واحد أو تطلع أنت ريال عندك تاريخ وهذا، قال في الفن ما في فنان كبير، قال شنو؟ لا قال ما في دور كبير ودور صغير، في فنان كبير وفي فنان صغير، أنا أطلع بس الناس تذكره المشهد، وهذا هني الإبداع. صح طبعا. بناخذ فاصل تريحون ونجيب شاي حق عشان هنادي نبلش عشان الكل ما بلشنا عشان الكل ونرجع معاكم مع كشف حساب.